الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ مشوار هذا اليوم من برنامجكم الصباحي صباح الدوحة. وفي البداية نصبح على مشاهدينا أينما كانوا داخل قطر وبرا قطر، ودائما خذ بالتصبيح أمهاتنا وأبهاتنا الكبار ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. مشاهدينا الكرام، مثل ما تعودنا يوم الأحد نكون معاكم في السوق المركزي وبالتحديد في سوق السيلية للخضار والفواكه، وهذا السوق يحتوي على أكثر من 200 محل للبيع بالتجزئة والجملة، وهناك محلات تبيع بالتجزئة بالكيلو وهناك تبيع بالجملة. وأيضا نذكر مشاهدينا الكرام أن السوق المركزي في منطقة السيلية يحتوي على صالات أيضا للمزادات لعرض الخضار والفواكه منذ الصباح ومن ثم تنقل إلى السوق للبيع. خلونا ندخل أول محل ونشوف، تعالي تعالي نشوف أول محل ونشوف هذا المحل للبيع بالتجزئة أو بالمفرق. تعالي هني، كيف حالك؟ تمام إن شاء الله. بغدونس، جلجلان، نعناع، جرجير، على كم؟ بغدونس كيلو 6 ريال اليوم، ملدوها 6 ريال كيلو الكيلو. طيب الكيلو كم حبة من هذا؟ كيلو 5 بار باباش فلجي، 5 حبات كيلو. هذا خفيف وايد، يصير 5 حبات 6 حبات شكل يجي ميزان كم؟ شوف ميزان كم يجي شكل انا تبغى. نعم طيب اوكي. بالنسبه للجرجير نفسه 6 ريال كيلو. 6 ريال نعناع، نعناع كيلو اليوم في 6 ريال. مال وين؟ مال قطري. هذه القايمه مال اليوم؟ ايه مال اليوم. أيوة. ايضا مشاهدينا الكرام، وزاره التجاره والصناعه متمثله في قسم حمايه المستهلك ايضا تصدر نشره يوميه ممكن يرجع لها زائر السوق او المشتري في حاله انه مثلا شاف نوع من الانواع شويه غالي او مختلف سعره، ممكن يرجع الى القائمه اللي تصدر يوميا من وزاره التجاره والصناعه، ونشكرهم على هذه القائمه دائما. شبت على كم؟ شبت كيلو 4 ريال. 4 ريال، كم ربطه تقريبا؟ 8 ربطة 10 ربطة شكل. خس كم اليوم؟ خس كيلو 3 ريال. مال وين؟ مال ايران. طيب خلينا نقول قرع مال وين؟ قرع هندي. كيلو. هندي على كم؟ كيلو 8 ريال. 8 ريال. ملفوف؟ ملفوف مال قطري كيلو ريالين. ريالين. ثوم صيني؟ ثوم صيني. على كم؟ اي 20 ريال كيس. 20 ريال، يوم شوي مرتفع، كان 17 15 تقريبا. في وادي لهم في فوق وادي لهم تحت. يرتفع يوم وينزل يوم. طيب نقول زنجبيل مال الصين بعد؟ مال تشيني. على كم؟ نفس ال 20 ريال. 20 ريال، الصندوق كم كيلو فيه؟ 3.5 كيلو. 3 كيلوات ونص. خلينا نجي حق الفلفل الحلو، على كم؟ الفلفل الحلو كيلو 3.5 3 ريال. باذنجان كيلو ريالين. 3.5 3 ريال؟ ايوه. مال وين مال وين؟ لا يعني 3 ريال بيع انا كيلو. 3 ريال تبيع، هو 3.5 أيوه. لكن 3 ريال يبيع. جزر؟ جزر مال استراليا 4 ريال. 4 ريال. باذنجان؟ باذنجان كيلو ريالين. مال الدوحة؟ مال الدوحة. مال الدوحة. فاصوليا؟ هذه فول. او فول؟ فول كيلو 5 ريال. 5 ريال. الفلفل الحلو الملون هذا البرتقالي والاصفر والاخضر؟ اي سله 10 ريال. 10 ريال السله، كم كيلو فيها؟ كيلو ونص. كيلو ونص. لومي افريقي؟ لومي تركي كيلو 4 ريال. على كم؟ 4 ريال. والفيتنامي؟ فيتنامي 4.5 كيلو. 4.5. كم كيلو الزنجبيل؟ زنجبيل 7 ريال. 7 ريال. والزهره على كم؟ زهره 3 ريال. مال الدوحه؟ مال ايران. مال ايران. طيب خلينا نشوف الخس المدور الامريكي على كم؟ كيلو 5 ريال. 5 ريال، مال وين؟ ايران. مال ايران. ذره مال الدوحه. ذره مال الدوحه. مال الدوحه على كم؟ 10 ريال. والحين وقته، الحين مشاهدينا وقت بعض المنتجات او الخضار القطريه طبعا متوفره في السوق، والحين تقريبا في نقول بدايه الموسم. الان نزل الطماط القطري، نزل ايضا الخيار القطري، البروكلي القطري شفناه خلال الاسابيع الماضيه. كوسه مال وين؟ كوسه قطري. قطري على كم؟ 3 ريال. 3 ريال. فلفل نص نص اي حار مال قطري. قطري بعد على كم؟ 4 ريال. صندوق هذا ولا بالكيلو؟ كيلو 4 ريال. الصندوق كم كيلو تقريبا؟ صندوق يجي 3 كيلو 4 كيلو. 3 كيلوات الى 4 كيلوات. الخيار؟ خيار 3 ريال كيلو. مال الدوحه؟ ايوه. مال الدوحه 3 ريال. الصندوق كم اليوم في الحراج في صاله المزاد كم؟ صندوق 15 في 10 ريال في كير نمبر 1 15 نمبر 2 في درجه اولى وفي درجه ثانيه. أيه. اذا في درجتين، هذا درجه اولى ولا ثانيه؟ هاي درجه اولى. اولى درجه اولى يقول. طيب بروكلي؟ بروكلي قطري مال قطر. اي صندوق 10 ريال. 10 ريال. واذا بنتكلم عن المنتج القطري لابد ان ننصفه ايضا، ننصف المنتج القطري مثل ما تشوفون
بروكلي منتج انتاج قطري وممتاز، يعني لو قارناه مع الايراني او الاسباني ايضا ينافس هذا المنتج، ومن مزارعنا من المزرعه الى السوق دائما على كم البروكلي؟ 10 ريال. صندوق؟ صندوق 10 ريال تقريبا. كم كيلو فيه؟ 3-4 كيلو شكلي. 10 ريال بينما لما يجينا من اسبانيا واحيانا من ايران يكون سعر الصندوق هذا يوصل الى 30 و40 ريال، واذا نزل 20 ريال. احنا اليوم نتكلم عن صندوق كامل ب 10 ريال منتج قطري. لله داركم يا المزارعين في قطر، نشكركم على كل ما تقدمونه من منتجات لسوقنا المحلي. طماطم مال وين؟ قطري. مال الدوحه. على كم؟ هذه حبات صغيره. ايوه. لكن بامانه المشاهد خلي يشوف هذا المنتج القطري، منتجنا نقول من المزرعه للسوق على طول، والله يولي مزارعينا وايضا اصحاب المزارع الصحه والعافيه على ما يقدمونه للسوق المحلي. كم الصندوق؟ 10 ريال. 10 ريال. وهذا الكبير؟ كبير 12. 12. نفس الشيء الفلين ولا نفس. ولا سمسم. نفس الشيء. طيب هذا الباذنجان مال وين؟ باذنجان قطري. قطري غير عن هذا؟ نفسه. نفسه؟ انا اشوف هذا ما شاء الله يعني يلامع. بس صغير شوي ابقى كبير. يعني الحبات الصغيره ما شاء الله نقدر نشوفها من خلال الكاميرا، بينه وبين الحبات الكبيرة في فرق بكل تأكيد. هذه ما شاء الله شوف صورتك فيها، شوف صورتك في الجلد مالها، نفس السعر قلت لي وقطري. طيب آخر كم يمشي الطماطم؟ آخر 10 10 يمشي. 10 ريال يمشي. كم كيلو فيه؟ 6 كيلو. 6 كيلوات. شكرا لك. خلوني أشوف المشروم قبل لا أروح، خلوني اشوف المشروم والله والقي بعض الضوء على بعض الاشياء. كم المشروم؟ مشروم 6 ريال. مال قطر. البطاطس الباكستاني على كم؟ 5 ريال. 5 ريال. طيب واللي في الصندوق هذاك مال وين؟ ايراني. ايراني. كم كيلو في الصندوق؟ 10 كيلو. 10 كيلوات كم؟ 22. بعد سعر اعتقد زين. البصل هو اللي شويه غالي. خلونا ننتقل الى محل اخر، خلونا نشوف الفواكه. تعالي. تعالي، حد منكم يجيني بسرعة. كيف حالك؟ زين الحمد. تمام إن شاء الله. كم أترى مال وين؟ أي من الإسباني. إسباني على كم؟ 10 ريال. 10 ريال. كيوي؟ كيوي 10 ريال. مال وين؟ أي من الإيطالي. إيطالي. إحنا نقول المنتجات في سوقنا المحلي تأتي إلى السوق المحلي من جميع دول العالم ومن جميع الغارات. يعني لو نلاحظ بالنسبة للفواكه نلقاها متعددة ومن دول كثيرة توصل إلى دولتنا الحبيبة قطر، ودائما نقول الله لا يغير علينا في هذه البلد، ودائما السوق يكون متوفر فيه كل ما يحتاج المواطن والمقيم. طيب هذا قوجة؟ أيوة قوجة. قوجة صفرة على كم؟ هذا 14. 14. مال وين؟ أسترالي. أسترالي. والأحمر؟ سيم أسترالي. بعد أسترالي؟ أسود. أسود أسترالي. أسود على كم؟ سيم 14. نفس السعر 14 ريال. آخر كم يمشي؟ هذا وصل هذا 200 فوق هذا صندوق 10 كيلو يعني 13. 13 يمشي. ينزل ريال ينزل. جوافة؟ جوافة 10 ريال. مال وين؟ هاي من باكستان. مال باكستان. شوفوا تنوع الدول وأيضا المستورد منها. هذا كنار؟ كنار. أيوة. هندي. ايوه. على كم؟ 15. 15. نتكلم عن نكترين او الخوخ اللي بدون فرو تقريبا على كم؟ 15. 15. وهذا النوع؟ هذا كيلو 25. 25. الكنار ما شاء الله كل ما يناه في هذا المحل يكبر حجمه. كنار مال وين؟ هاي مال الهندي. مال الهند. على كم؟ كيلو 15. حلو ولا؟ حلو هذا اصفر. حلو حلو؟ اي شكل اصفر. حلو؟ حلو هذا. خلني اجرب واحدة، اقدر اجرب واحدة؟ طيب اصفر اصفر حلو. اقدر اجرب انا حبة واحدة؟ إذا بتسمح لي أقدر أجرب؟ أيوه. بسم الله، خلوني أجرب معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف واحدة منهم ومو مكملها عشان أواصل وياكم الحلقة، بسم الله. خلها هني برجع لها. والله جميلة حلوة. عادة تي نص نص لكن هذه حلوة. كم الكيلو قلت لي؟ 15. وهذا كيلو آخر؟ هذا آخر. بعد 15 يقول. أنا ناس؟ هاي من الكيني. كيني على كم؟ 6.5. الكيلو؟ كيلو. أيوة. هاي الحبة تقريبا كيلو ولا زيادة؟ كيلو. كيلو فوق هذا. كيلو فوق. شمام؟ هاي من العمان. مال عمان على كم؟ 5 ريال. 5 ريال. سنطرة؟ هاي من باكستان. على كم؟ 4 ريال. 4 ريال. فندال او بطاطا الحلوه؟ ايوه مصر. مال مصر على كم؟
4 ريال. الناريل هذا تايلندي. تايلندي. على كم؟ 10 ريال حبة. 10 ريال الحبة. طيب خلنا نشوف الكيوي هذا نفسه هناك؟ أيوة. ولا غير؟ نفس هذا. نفسه. خلنا نجي حق الأشياء اللي تستورد بالطيارات وتكون أحيانا أسعارها مرتفعة شوية مثل الدراغون، على كم؟ دراغون 18. 18 حبتين تايلندي. تقريبا مال تايلند. أيوة تايلندي. طيب هذا تين غوجة. طيب فراولة على كم؟ فراولة 10 ريال. 10 ريال صحن صغير. صحن صغير يعني يمكن تقريبا ربع كيلو، يمكن ربع كيلو، نص كيلو. على كم؟ 10. مال وين؟ أردن. مال الأردن. طيب خلينا نشوف المانجوستين. الليتشي. أو الليتشي على كم؟ 18. طيب خلينا نشوف أيضا هذا رامبوتين صح؟ مانجوستين. مانجوستين. رامبوتين ما عندك؟ رامبوتان فيه. في رامبوتان. هذا الرامبوتان يعني أنا يعذروني على مدى سنوات وأنا أنقل فقرات أحيانا تتوه عني بعض الأسماء. طبعا هذا رامبوتان مال تايلند على كم؟ 20 ريال. 20. وإحنا نقول دائما الأشياء هذه تكون غالية. والمانجوستين على كم؟ سيم 20. 20. خلنا نتكلم عن أيضا البلو بيري على كم؟ اي 12. يعني هذا تقريبا ما يوصل 50 جرام او اقل. 125 جرام. يقول 125 جرام على كم؟ 12 ريال. ونشوف ايضا يعني هذه الفاكهة دائما الكرز يكون غالي، عادة يكون في السوق غالي، حتى لو كان بصناديق كبيرة يكون غالي. خلينا نشوف كم سعره. وهذا ايضا يمكن ربع كيلو. ربع كيلو فوق. ربع كيلو فوق. اوزنوا اللي بيجي يوزن، هو يقول ربع كيلو فوق. اذا شفتوه اقل من ربع كيلو لا تاخذونه. على كم؟ 20 ريال. 20 ريال. هذا الصحن الصغير يعني يمكن ما تجي 20 حبه ب 20 ريال، لان دائما الكرز يكون غالي. مال ارجنتين يقول، واذا جانا من اوروبا او من امريكا الجنوبيه بعد يكون غالي. طيب العنب عندك 4 انواع، 1 2 3 4. نبتدي بالاحمر على كم؟ احمر 14. مال وين؟ اي من الافريقي. افريقي. والاسود؟ اسود 18. مال افريقيا بعد؟ ايطالي. ايطالي. والاخضر؟ اخضر 18. 18. مال وين؟ اي من الاسترالي. استرالي. والاحمر الاخير هذا على كم؟ استرالي بعد. وين اللي فيهم بدون حب؟ هذا بدون بذر. اي بدون بذر. هذا بدون بذر. خلوني اجرب واحده بعد، يسمحون لمشاهدينا اليوم يعني انا احاول اجرب عشان اقول لكم اذا كان حلو ولا عفوا نص نص. بسم الله. حلو حلو. كم قلت لي؟ 20. 20. تعال لي خلنا نجي للافوكادو. افوكادو اوغندا. اوغندا على كم؟ 10 ريال. 10 ريال. برتقال. برتقال مصر. مال مصر على كم؟ 4 ريال. 4 ريال كيلو. التفاح عندك نوعين 3 4 انواع. الاخضر على كم؟ اخضر اسباني 8 ريال. 8 ريال. والاصفر؟ اصفر ايطالي 7 ريال. 7 ريال. والسكري؟ 7 ريال ايطالي. هذاك نفسه ولا غيره؟ نفسه. نفسه يقول نفسه. طيب عندك المانجا اشوف اكثر من نوع، على كم؟ مانجا 31. 31 صندوق. مال وين وين؟ اي من اليمن. كله يمني؟ يمني بس. يمني بس. ما عندك غير؟ غير ما ما عنده غير. خلونا نختم عنده بالموز. والموز دائما يكون يا فلبيني يا اكوادوري يا سريلانكي احيانا، مثل ما نشوف الموز على كم؟ 5.5. 5.5 كيلو. 5 يمشي؟ يمشي. مال وين؟ اكوادور. اكوادور. فلبيني ما عندك؟ فلبيني ما في. ما في فلبيني اليوم. شكرا لك. خلونا نستعجل شوي وننتقل الى سعر الجمله او المحلات البيع بسعر الجملة. ويمكن البعض يتساءل يقول لي خليفة أنت تنقل مثلا من بعض المحلات. احنا لو تكلمنا عن الجهة الغربية من السوق تقريبا مخصص للخضار والورقيات، ولو تكلمنا عن الجهة الشرقية مخصص بين الفواكه والخضروات. خلونا نشوف أحد المحلات ونستغل وجودنا في هذا المحل. وين حد يجيني؟ حد يجيني هني شباب؟ حد يجيني هني؟ ما حد بيجيني. ننتقل إلى محل ثاني. ننتقل إلى محل ثاني. أنا ودي أستفيد من تواجدي في السوق، يعني عندي أشياء كثيرة لكن ما حد جاني منهم. خلوني أنتقل إلى محل ثاني. خلوني أنت وين؟
تعالي تعالي، حد يجيني، حد يجيني هني بسرعة بسرعة، حد يجيني بسرعة بسرعة بسرعة، ما عندي تايم. كيف حالك؟ تمام إن شاء الله. تعالي هني تعالي هني. بصل مال وين؟ بصل مال تركي. مال تركيا. على كم الكيسة هذه؟ هذا في 13 كيلو. كم؟ في 40 ريال. 40 ريال. وهذا؟ هذا في 20 كيلو. مال وين؟ تركي. تركي كله تركي؟ ايه كله تركي. باكستاني ما في؟ لا باكستاني. هندي ما في؟ لا لا ما كله. طيب تركي. نعم. هذا كم كيلو قلت لي؟ هذا 13. 13. وهذه؟ هذا في 20. 20 كيلو. 20 كيلو بكم؟ 20 في هذا 65. للحين مرتفع. ايوه البصل للحين مرتفع. ايوه. اصغر شيء على كم؟ هذه اصغر شيء؟ هذا كبير. ايوه ارفعها فوق شوي قدام الكاميرا. 5 كيلوات. 16 ريال. ايوه نعم. كانت تقريبا ب 10 ريال. يعني ان شاء الله تنزل وترجع مثل الاول. طماط على كم ريال؟ طماط 10 ريال. 10 ريال ملقوها ملضوها قطر قطر. طيب البطاطا؟ بطاطا 3 ريال. 3 ريال. 3 ريال اليوم؟ 3 ريال. اذا يعني من فترة طويلة واحنا ننقل البطاط على 5 و6 و7، وصل في يوم من الايام الى 18 ريال اللي تشوفه هذه الكيسة. اليوم يمكن اقل سعر بامانة، نتكلم عن 3 ريال. يمكن لو تبي تشتري بعد 10 ينزل لك لريالين ونص، ممكن توصل اذا واحد يبي 10 حبات ريالين ونص يمشي؟ ان شاء الله يمشي. ريالين ونص اليوم. ما لنا حجة، نقول الحمد لله دائما والله يزيد ويبارك دائما. طيب خلنا ننتقل بشكل سريع. انا ودي انتقل لخليل قبل لا نرجع الاستوديو او ننهي البرنامج. مال قطر على كم؟ 35. 35 كم كيلو؟ 17 18. ملفوق؟ ملفوق هذا فيها 10 ريال. 10 ريال. ملدوحة؟ ملدوحة. طيب بطاطا بعد ملدوحة؟ ملدوحة. ما شاء الله البطاطا اصبحت ايضا انواع صغيرة وكبيرة ومشكلة ومنتج محلي. على كم؟ على 30. 30. زهرة على كم؟ زهرة في 10 ريال. 10 ريال. ملفوف احمر؟ ملفوف احمر قطري 8 ريال. 8 ريال. لومي تركي؟ تركي ايوه. ليمو هذا 15 ريال. 15. خس على كم؟ خس قطري 10 ريال. 10 ريال قطري. ايوه. صندوق 10 ريال. صندوق 10 ريال. كم كيلو فيه؟ كيلو ما في، بس هذا حبه يجي 6 حبه تقريبا. كم كيلو في الصندوق؟ صندوق يجي ممكن 6 7 كيلو. 6 الى 7 كيلوات. زنجبيل؟ زنجبيل في 20. صيني ايوه. على 20 نفس المحل اللي قبل. شكرا لك. خلوني انتقل الى خليل الشهابي. خليل الشهابي دائما نسال احنا في السوق، بما ان خليل هو العربي الوحيد اللي يبيع في سوق السليه. طبعا البقيه من الجنسيات الاسيويه، اغلب المحلات اذا ما كانت 99%. بشهاب شلونك؟ يا مرحبا. طيب ان شاء الله. هلا بالشيخ. خلينا نتكلم في البدايه. دائما كنتوا تطالبون او بعض الباعة في السوق تطالبون بفتح ساحة المزادات او صالة المزادات. نعم. انا برجع اسألك نفس السؤال. طيب لو فتحت صالة المزادات انتم ما راح تخسرون؟ راح تخسرون زباين راح يروحون الى الصالة؟ ابدا ابو احمد. تدري احنا اللي هني موجودين في السوق عندنا محلات وتجار مصنفين، نفس الشيء هم اللي بيكونون في الساحة، والعمليه منظمه الحمد لله، السكيورتي والامن وكل حاجه. يعني ما راح يدخلون المتجولين الى السوق اصلا، ما لهم مجال اصلا، ما لهم مكان. ما فرقت يعني سواء بعنا هنا او بعنا هناك. وهل قطر عيايز وشيبان اعتقد انهم اغليه لما يدخلون؟ والله بالعكس، يعني هناك تدري ابو احمد العروضات والبضاعه، ويعني مكان صراحه شرح ونظيف ومرتب. بالعكس يعني الجمهور اذا يدخل الساحه يعني حركه. يعني انا اتصور يمكن 50% التجار او التجزئه والمحلات، و50% في مجال الجمهور. اذا احنا نتمنى من المسؤولين فعلا يعني بعد دراستهم للموضوع انهم يفتحون صالات المزادات لشيباننا، لعيايزنا، لامهاتنا، لبهاتنا، مثل ما كانوا اول في الصالات القديمه او الساحات القديمه. والله يبيض وجيهكم. دائما نقول للمسؤولين ما يقصرون، ونصب عيونهم دائما انهم يساعدون ويقدمون الخدمه للمواطن والمقيم. خليل خلينا نتكلم عن البصل. البصل اعتقد ازمه عالميه، يعني شفنا حتى من خلال وسائل الاعلام المختلفه انه غليل في السوق. اليوم موجود تركي لكن ما زال غالي. متى بينزل؟ متى بتزيد كمياته؟ شوف ابو احمد، ثقل البصل في العالم الهند، من ثم باكستان، مصر. الهند يعني تقريبا من حول شهرين الحين مغلقين تصدير البصل لجميع انحاء العالم، مو للخليج يعني كل العالم. فلذلك الخلل اللي صاير في العالم، واحنا الحين عندنا البصل تقريبا
5 ريال 5.5 ما زاد. الدول المجاوره انا عندي خبر الى 10 الى 9 ريالات يعني الكيلو. الحمد لله رب العالمين، يعني عندنا كميات من بصل تركي، من بصل باكستاني، من بصل ايراني، حتى بصل افغاني يابو، عرفت يعني؟ الحمد لله رب العالمين ماشي الحال يعني الامور. شو اللي ناقص في السوق من منتجات؟ في شيء ناقص؟ والله ما تصور، والله وفره كميات كبيره والله، يعني الاسعار صراحه يعني في متناول الجميع. يعني نتكلم اليوم عن منتجات قطريه ابو شهاب رخيصه ما شاء الله ما شاء الله عليهم والله، من هالمكان يعني صراحه نحييهم اصحاب المزارع صراحه، يعني ما شاء الله عليهم منتج محصول كبير وجوده صراحه جوده ما شاء الله. يعني البطاطس القطريه ابو احمد نوعيه ممتازه صراحه، يعني شيء جوده قشرها رقيق ونظيفه. نعم, نعم جدا جدا ممتاز، حتى للشيبس يعني القلي ما شاء الله يعني. نعم, نعم. انا اتمنى لك التوفيق، مشكور على هالكلام الطيب ودائما تتحفنا وتعطينا معلومات عن السوق. بيض الله وجهك. يا مرحبا، حياك الله وجهك. اذا مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام في سوق السلية المركزي، قلنا وفرة المنتجات دائما، وهذه بورصة. اذا تكلمنا عن الخضار والفواكه وتكلمنا عن الاسماك ايضا، بورصة دائما ترتفع وتنزل وتخضع للعرض والطلب. اذا زادت المنتجات في السوق يقل السعر، واذا خفت يرتفع السعر. نتمنى في الايام القادمة ان البصل ايضا يتوفر بكميات كبيرة، مثل ما شفنا اليوم المنتج الباكستاني من البطاطا بسعر الأرخص يمكن على مدى سنوات، يمكن ما وصل أنه يبيعك الكيس بثلاث ريال أو ريالين ونص. لذلك نقول دائما نحمد الله ونشكره في حالة ازدياد المنتج ونزول السعر، دائما نقول ونشكر رب العالمين على هذه النعمة، وأيضا في حالة النقصان نشكر رب العالمين ونتمنى أن نزيد المنتجات القليلة في سوقنا المحلية. احنا نقول دائما في ختام هذا البرنامج، سامحونا على قصور بذر منا من خلال نقلنا على لهذا البرنامج وعلى الهواء مباشرة. بكرة بإذن الله راح نكون معاكم في أحد المطاعم اللي بكل تأكيد ارتدتوها وحبيتوها من خلال تعاملكم معاها على مدى سنوات طويلة. انتظرونا في يوم القد، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.